معكم مشاهدينا. اليوم حلقتنا رح نخصصها لبعض المعتقدات أو بعض التقاليد والعادات الشائعة بهيدا الزمن، بعيد الفصح وزمن الصليب والموت والقيامة وغيرها. رح نحكي أكثر وأكثر عن بعض التقاليد اللي نحن يمكن بننظر لها على كونها صح، ولكن هي ما رح أقول أخطاء شائعة، ولكن يمكن هي بعض العادات القديمة يلي ما لها صلة أبداً لا بالكتاب المقدس ولا بالكنيسة. رح نبلش بالمطر. نهار الجمعة، نهار الجمعة العظيمة، نعرف أنه في المسيحيين يلي بيتبعوا الكنيسة الشرقية والمسيحيين يلي بيتبعوا الكنيسة الغربية، ومنصير نحن نهار الجمعة العظيمة عند مين شتت؟ عند المسيحيين يلي بيتبعوا الكنيسة الشرقية أو الغربية. ولكن عادة المطر هي عادة منا موجودة أبداً لا بالكنيسة ولا بالكتاب المقدس، وإذا شتت أو ما شتت نهار الجمعة العظيمة هذا ما بيعني أنه المسيح ما صلب ومن بعده قام. فهي تقليد إذا فينا نقول، ولكن ليس قانون في الكنيسة، وهي خرافات شعبية، حتى يمكن منا تقليد، هي خرافة شعبية وأكيد ما فينا نعتمد عليها لأثبات هيدا الأمر. من بعدها عنا الجمعة العظيمة، يقال الجمعة العظيمة وليس الجمعة الحزينة. بدنا نشدد على هذا الموضوع، لأنه بهيدا النهار منقول أنه نحن ما منحزن بل نعمل بقول الرب. فإذن الجمعة العظيمة وليس الجمعة الحزينة. ننتقل للطوائف يلي بتتبع الكنيسة الغربية. بخميس الأسرار عند الكنيسة الغربية أكيد بيصير في زيارة لسبع كنيس ورتبة الغسل وغيرها، ولكن عند الطوائف يلي بتتبع التقويم الشرقي والكنيسة الشرقية هيدا النهار يلي هو الخميس أسس في سر الكهنوت وسر الإفخارستية، لأنه هو يوم الخميس مساء بيصير في رتبة أناجيل الألام الاثنى عشر ورتبة الصليب، ويرتل اليوم علق على خشبة وهو يسمى بالخميس العظيم. فهون كمان عند الطوائف اللي بتتبع الكنيسة الشرقية والغربية بتفرق شوي يمكن التقاليد وما بقول الريتشيال بالكنيسة. النور الفائض نهار السبت أو سبت النور بقبر المسيح في أورشليم ما بيعني أبداً إعلان القيامة، ومش لازم أبداً أنه نوقف صيامنا نهار السبت، ولكن لازم ننطر لنهار الأحد لا نقدس، وهون بنقدر نفك صيامنا. ومش أبداً مش أبداً نهار السبت يعني النور أو السبت من عشية. الأحد منقول المسيح قام وليس السبت، يعني مش السبت بس نقدس نصلي نقول المسيح قام، بدنا ننطر للأحد لقداس الأحد. وأخيرا عنا نحن عادة منزين بيمكن أرانب، بيض، دجاج، جوك وغيرها، وهذا عادات يعني وتقاليد ورثناها عن أبائنا وجدودنا. الأرانب والدجاج وغيرها ما بيرمزوا أبداً لأي شيء بالكنيسة، ولكن في البيض يلي هو رمز للقبر الذي كسر من قبل يسوع المسيح وخرج منه إلى الحياة. وأخيراً عنا معمول وكعك العيد. مين منا ما بيعمل معمول وكعك العيد، ومين منا ما عن جد بينطر هيدي اللحظات والمناسبات ليعمل معمول بتمر بجوز بفستق وكعك العيد؟ منهم بيعملوا كعك الشعنين ومنهم بيعملوا الكعك بحليب، ولكن عادة أو عادة صنع الكعك المنقوش يلي ينقش عليه والمعمول هي عادة شرقية وليست عادة غربية. وتشير التقاليد أنه الكعك المنقوش هو بيشير لإكليل الشوك يلي وضع على رأس السيد يسوع المسيح. أما المعمول بشكله الهرمي، في منهم بيعملوا شكل بيراميد ومنهم بيعملوا مستدير، وهي شائعة أكثر المستدير، فهو يشير إلى الإسفنجة يلي غمس أعداء المسيح بالخل وأعطوها على الصليب. أما حشوة الكعك أو المعمول، يعني عم نحكي عن الجوز واللوز والفستق والتمر، وهي تشير إلى ما وراء آلام المسيح على الصليب من حلاوة الفداء والخلاص. ف
فمشاهدينا هؤلاء هذه عفوا التقاليد والأعراف والعادات اللي نحن بنتنقلها من جيل لجيل، بدنا نعرف إذا هي فعلا بالموجودة بالكنيسة إن كانت الشرقية أو الغربية أو لا، أو هي خرافات أو تقاليد نحن تبعناها لنعطي شوي هيك رونق وميزة لأعيادنا ومناسباتنا. ولكن على جميع الأحوال مشاهدينا، إن كنا نتبع الكنيسة الشرقية أو الكنيسة الغربية، نحن بنتوحد بوجود يسوع المسيح بحياتنا، وما لازم أبدا أبدا هذه التقاليد أو هذه العادات تحدلنا ممارساتنا الروحانية والتقليدية في الكنيستين. شكرا مشاهدينا لمتابعتكم، والله معكم.